انعقدت الدورة العادية ديال مجلس الجهة الطبي باسطة للقنيطرة ديال شافيوليوز. كانوا من أهم النقاط في جدول الأعمال هي المدارسة ديال التوصيات المتعلقة بالتشغيل واللي تمخضات على الحوار اللي كان في إطار الورشات اللي تنظمت على المستوى الجهوي، واشتهدت نقاش عميق بين السادة الأعضاء وتبين بأن هناك حاجة إلى تعميق النقاش على مستوى مجلس الجهة، سواء فيما يتعلق بالتوصيات بشكل عام اللي تمخضت على ذاك الحوار اللي كان تحت إشراف الحكومة وشاركوا فيه مختلف الفاعلين على مستوى الجهة، وكذلك مناقشة وضع التشغيل على مستوى الجهة، وتم الاتفاق على أنه تنظموا محطات أخرى من أجل تعميق النقاش في هذا الموضوع هذا. إضافة إلى ذلك تميزت الدورة بالمصادقة ديالهم على واحد العدد ديال المشاريع الاتفاقيات اللي غتسمح بتعزيز التنمية على مستوى الجهة في مختلف المجالات، سواء المجال الصحي عبر البناء ديال واحد المستشفى ديال القرب مهم جدا في المدينة ديال سلا، أو المجال الاقتصادي عبر بناء واحد تأهيل وبناء واحد السوق أسبوعي، بالإضافة إلى إدخال تحسينات في الاتفاقيات السابقة اللي كتجمعنا مع الوكالة ديال إنعاش التشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى مجموعة المشاريع ذات العلاقة بتعزيز وتقوية الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وكذلك مجموعة ديال المشاريع اللي كتهم تعزيز البنيات التحتية على مستوى الجهة.